وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان مبارك. اسمحوا لي على هذا التأخر نظرا لظروف صحية. الآن أريد أن أكلمكم على كيفية تحليل نص فلسفي، حيث أنا في البكالوريا يكون الموضوع الثالث هو موضوع نص فلسفي. المقالة الأولى، الموضوع الأول يكون مقالة، الموضوع الثاني يكون مقالة، والموضوع الثالث يكون نص فلسفي. يطلب منك أكتب مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص. في كتابة مقالة فلسفية تعالج فيها مضمون النص هناك طريقة تكتب بها تحليل نص فلسفي. ما هي هذه الطريقة؟ أولا تفهم النص، تفككه إلى عبارات مبسطة تحاول فهمه، وهذا بشرح عباراته المعقدة والكلمات الموجودة فيه، الكلمات المعقدة الموجودة فيه، ويسموها الكلمات المفتاحية والعبارات المفتاحية التي من خلالها تفهم النص هذا جيدا. بعد ذلك تطبق على هذه الطريقة، تكتب المقالة بمعنى بهذه الطريقة. أولا طرح المشكلة يكون فيها مدخل وظيفي. المدخل الوظيفي تحدد فيه في أي إطار يندرج هذا النص، في أي إطار يندرج هذا النص. مثلا إذا كان هذا النص يتكلم على أصل الرياضيات، نقول يندرج النص ضمن فلسفة الرياضيات، ونعرف الموضوع، والرياضيات هي علم الكميات المجردة. بعد ذلك نتكلم عن المناسبة التي جعلت هذا النص يكتب، لماذا كتب هذا النص، نفهمها من خلال فهمنا للنص. مثلا النص قد يكون ردا على نزعة معينة، إذا كان يقول صاحب النص أن أصل الرياضيات العقل، فإنه يرد على النزعة الحسية التي ترى بأن أصل الرياضيات الحواس، نقول جاء هذا النص ردا على النزعة الحسية. ثم إذا كنا نعرف صاحب النص نعرفه، متى ولد، متى توفي، ونزعته وأهم كتبه. إذا كنا لا نعرف فذلك يعني لا يؤثر على التحليل. المهم إذا كنا نعرفه نعرفه، وإذا كنا لا نعرفه لا نعرفه. بعد ذلك نطرح المشكلة. أهم ما في هذا هو طرح المشكلة. ما هي المشكلة التي يعالجها النص؟ إذا كان يتكلم على الرياضيات نقول هل أصل الرياضيات العقل أم التجربة أم الجمع بينهما؟ إذا كان يتكلم عن المنطق نقول المنطق الصوري، نقول هل للمنطق الصوري قيمة أم ليست له قيمة؟ المهم نعرف المشكلة المطروحة في النص ونطرح عليها المشكلة. هذا فيما يخص طرح المشكلة. ثم محاولة حل المشكلة. في محاولة حل المشكلة نستخرج موقف النص، موقف صاحب النص. يكون موقف صاحب النص وليس موقفك أنت أو موقف شخص آخر. المهم تستخرج الموقف بأمانة علمية من النص، تستخرجه وهو يكون إجابة على طرح المشكلة. إذا قلت في مثلا في المشكلة هل أصل الرياضيات العقل أم التجربة، ترد في موقف صاحب النص يرى صاحب النص أن أصل الرياضيات هو العقل أو الجمع بينهما أو أصل الرياضيات الحواس. المهم ما تفهمه من النص. موقف صاحب النص يكون أولا بلغتك الخاصة، يعني تستخرجه بأمانة علمية بلغتك الخاصة، وتستشهد بذلك بعبارة النص لكي تكون أمانة علمية، مع الاستشهاد بعبارات النص. المهم نعيد، يستخرج الموقف بأمانة علمية من النص ويكون ردا على طرح المشكلة، مع الاستشهاد بعبارات النص، تكون عبارة أو عبارتين تستخرجها من النص تبين بأن هذا هو موقف صاحب النص. بعد ذلك الحجج والبراهين. كذلك تستخرج الحجج والبراهين من النص بأمانة علمية وبلغتك الخاصة، وتذكر نوعها إذا كانت حجة تاريخية أو حجة منطقية أو حجة واقعية، مع الاستشهاد على كل حجة من النص. إذا استخرجت الحجة الأولى بعبارتك الخاصة تعود إلى النص وترى ما يوافقها في النص، وتستشهد بتلك العبارة على ما كتبته بلغتك الخاصة. إذن تستخرج الحجج من النص ثم
تذكر نوعها مع الاستشهاد من النص بما كتبته بلغتك الخاصة، هذا فيما يخص الحجج والبراهين. بعد ذلك النقد والتقويم. في النقد والتقويم يحتاج إلى مكتسبات قبلية، النقد والتقويم يحتاج إلى مكتسبات قبلية، بحيث أنك تبين إذا صاحب النص وفق أو إذا بالغ أو إذا وفق إلى حد ما. لما تقول وفق صاحب النص تبين لماذا، لما تقول صاحب النص قد بالغ تبين لماذا، وإذا وفق إلى حد ما بمعنى له إيجابيات وله سلبيات تبين لماذا. هنا تحتاج إلى مكتسبات قبلية عزيزي الطالب. أخيرا حل المشكلة. حل المشكلة يكون فيها استنتاج موقف مبرر من طرفك عزيزي الطالب. هنا يحتاج كذلك إلى مكتسبات قبلية، يعني إلى ثروة فلسفية أو زاد فلسفي. هذه هي طريقة تحليل نص فلسفي التي يطلب منك كتابتها في البكالوريا، وتكون مقالة فلسفية مترابطة فيها طرح مشكلة، فيها محاولة حل مشكلة، فيها نقد وتقويم. أخيرا تابعوني على صفحتي الخاصة في الفيسبوك وهي صفحة الأستاذة دريسي لمادة الفلسفة، وشكرا.